munaasibad dan ballaadhan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa caasimadda dalka Soomaaliland ayaa ahayd mid lagu xusaayay Sheekh Cabdul Qaadir Jeelani waxaana munaasibadani soo qaban qaabiyay culimada qaadiriyada waxa munaasibadaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada waaweyn ee qaadiriyada Salaadiin iyo sidoo kale xubno ka socday xukuumadda Soomaaliland waxaana ugu horeyntii halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah culimada qaadiriyada mid kale ma aha Sheekh Cabdul Qaadir waa ka oo magaranaysa fadligiisa iyo siyaasadda Ilaahay siiyay ay ku faaftay من عرب عرب أيو فلقي سكوفا في وعجمين يا عجم أردن بو فلقي سكوفا في مسلمين مسلم كأردن بو شيخ عبد الغادر وركي سكوفا في إيه والك وافير قال هذا نحن هذا شيخ عبد الغادر الجيلان لجمع يقان وكلية مسلم كده حديسة رمان من إنحاء الكوافر بحتى لجمع يقان من إنحاء العالم بلجمع يقان قوس الأعظم ويه وحاو كل شيء من عراق قرية ليلادو تشيلانا سيدا كتاب تقار حسيان واتسولة ليلادو تشيلانا قيبنا وحيلين وابوربا شاق عبد القادر الكيلاني والتشيلاني الكيلاني لبدا بكون يدي سويتا وحاقو اللهم صل على سيدنا محمد كو وفادي او إلهي كو أفسدي او علمي كم أخرية تشيلي كم درسي تشيلي بغداد او إمكانا يتهي ضريحي سوينا او لقو سيارتو لغن سيارته من انحاء العالم قام في يهلكي اي دين تو سوكره ان لغا شيكهيو ويهي اوجيدده او ويهي waxaa weeye ka sheekeynta laga sheekeynayo ayaa maxay u noqonaysa ummada u noqonaysa taariikhdi islaamka oo laga sheekeyay waxaa weeye leeg halka ka baxaya matoorkiisu wuxuu ku yaalaa meel aad u fog matorki hadda inoo muuqan ma leedhina uu inoo baxay Soomaa matorki meel fog buu yahay mashaayikhii culimada diinta dhaxshay dabka nabi maxamed bay ka soo qaadanayaan sida ay u yiftiin sanaynaa u yiftiin sanaynaa ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yasiin Sheikh Cali ayaa la waxana hadaladiisi ka mid ahaa xariir ka wasaaradda telefishinka madaxa banaana Star TV Hargeysa قوف أعدم كي شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيخ عبد القادر الجيلاني هذين تعريف كم بحنو حق النسب ك لبدا جانب حق آبها هي حقه يدبا ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آبه حسن بوها حسن سيد علي بن أبي طالب سبت رسول الله وحق آبها كذلك حقي هو يدنا هو يدي حزين بيهاي أو سيدنا حزين شهيد الكربلاء سيد رسول الله وإسناها حقه هو يدنا مركوا نسب نسب دلي وآل بيت رسولك وكسو شيء إذا تكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعدرتي آل بيتي لبان إذن كجت لي هذا دبضي هاي ستان أيضاً هلا علي يدك في الله كتاب كإله يا ربي كرسول صلى الله عليه وسلم والرواية صحيحة لبض الرواية بدنا تري كتاب الله والسنة هي كتاب الله وأهل بيته وحل لبض العروسين كتاب الله وعند يا ربي نصب كا داهر كا إلهي سي شرفتا المحريستا هي بركة قف كستو إسلام وتكذا وأد العين يوليهي اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد نصر كاسو شيخ عبد القادر الجيلاني لبدا نمبرك قال مدكون سنة كله ولا جو شيخ عبد القادر الجيلاني دريقة شيخ عبد القادر الجيلاني أنه هاي سنة السلك جاي جا أن تصوفك وشيخ النووي ظروف نجاك حين كرتون يبدل كرتان جد حدان بروا تكشف قادريان هاي هدي قومي سن لقب صدو قادريان هاي حدان على أي حر نما قادن قادريان هاي حدان قحن قادريان هاي حدان بشار سن قادريان هاي حدان بروا قون قادريان ظروف بدل كرتان واي واحد آمن سنة إلهي هرتي سنة ولا تجينا إلهي هو من قوم قادرية أن صوص الله حقوا وحلا جي يا با ضعيفين كلو كل بمج على الله لو أتكسر يوم تجيه هذا تجسوا كل بمج على الله بحياه
مجعي هرا فشل ميا مجع كلام المدلية شيخي هري هو شيخ يقل الله عليك وتطلع لقاك سنة يلا قال سنة يلا ليك قال بابا شيخ ميا بدعي بوها ساس يسكول رقدية وتعامل هكرا تحقية باطك وعقل يارك وتصير هي دين تو مشروع إنه لما جري كونترا كما هي سنة ووحن آمن سنة هيو إن إلهي أنه تنا دوني حرير كوسار تلفزيون كمذا حبنانا ستار تي في هرجيسان.